مفيش حمد لله على السلامة. خرجتي امتى؟ ما بقاليش كتير، وزهقت من كتر ما عديت الايام جوا السجن، عشان كده حلفة ما عدهاش تاني. شكلك كويس. ده شكلي بس، دي فايتك حاجات كتيرة قوي. طيب يا دلالي، الحقيقة أنا ما عنديش وقت ومش فاضية لك. ولا أنا عندي وقت يا كريمة، ولا جاية الضايف. فين كارما؟ مش هنا ومش هترجع دلوقتي، هي في الشغل. امشي يا دلال، ما تبوظيش حياتها. حياتها تبوظ لما تقابل أمها؟ أنت بتقولي إيه؟ هو أنت ناسية أنت عملتي إيه؟ ليه محسساني إن أنت راجعة من الحج ولا من الخليج؟ أنت قلتي إيه للبنت عني يا كريمة؟ ما قلتلهاش حاجة من ساعة ما اتولدت وهي عارفة إنك ميتة وأنا اللي مربيها. ليه خبيتي عنها الحقيقة؟ كنت عايزاني أقول لها إيه؟ الحقيقة؟ أقول لها إن أمك في السجن؟ ولا أقول لها المصيبة اللي أنت عملتيها؟ ولا أقول لها إنك رميتيها في حجري وأنا عيلة صغيرة وأنا اللي مربيها؟ أنت لو بتحبيها فعلا تجنبيها كل المشاعر دي. اسمعي، أنا عارفة إني غلطت ودفعت تمن غلطتي. شبابي كله قضيته في السجن، سنين عمري اللي ضاعت. هي دي الحقيقة يا كريمة، وانت مالكيش انك تعاقبيني على اللي حصل. انا ما بعاقبكيش، انت اللي دمرتي حياتي وجاية دلوقتي عشان تدمري حياتها. دي بنتي يا كريمة، نفسي اشوفها. لو مش هتقدري تقولي لها انا هقولها، بس اشوفها. عارفه يعني ايه ام تتحرم من طناها؟ طيب يا دلال، اديني وقت عشان اشوف هقولها ايه وازاي. وقت؟ وقت تاني؟ كان قدامك عمر بحاله يا كريمة. هعدي عليكي بكرة تكوني اتكلمتي معاها.